غارك سعيد هبة، كيفك؟ اسمعينا، واضح صوتي؟ ايه سلام دكتور. سلام، كيف؟ كيفك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. كان عندكم محاضرة هلأ؟ هلا لا، انتوا الثلاثة عادة كم عندكم محاضرة؟ هلا في التحولات الاجتماعية مادة اختيارية على الساعة 12، بس أنا ما عندي إياها. طيب راح ننتظر دقيقتين ثلاثة لينضموا بقية الزملاء معك، ماشي؟ ايه تمام، إن شاء الله النت يساعدنا ما يعمل مثل هذيك المرة. ان شاء الله. إن شاء الله. على كل حال، نحن بالمحاضرة السابقة كنا عم نحكي عن التعبير المجازي والصور البيانية، ليس كذلك؟ ايه صح. هل أنهينا الاستعارة أم كنا نتحدث في الاستعارة وانقطعت الكهرباء والنت؟ ايه كنا بنحكي عليها وراح هل المس تذكرين عندك. لأين وصلنا؟ هل تذكرين؟ كنت أعطي وقتها مثل على الشمس، لحظة بس لا أتذكر شو كان. الشمس. أحبك يا شمس الزمان وبدره، هل هذا هو المثل أم أن مثلا آخر أعطيته؟ أو قامت تضللني من الشمس، شمس أحب إلي من نفسي، هذا هو المثل؟ هيدا هو، هذا هو المثل. لم نكمل؟ لا طيب، سأعيد المثل. على كل حال، بالنسبة لبقية الزملاء بإمكانهم الاستماع إلى المحاضرة فيما بعد الذين يتعذر عليهم الانضمام. فقلنا بهذا المثل: قامت تضللني من الشمس. السلام عليكم. وعليكم السلام. شمس أحب إلي من نفسي. طبعا هنا الشاعر يقوم بعملية وصف لفتاة حسناء كانت بالقرب منه، وقفت بالقرب منه، فرأى أن قامتها طويلة فارعة يعني، وغطى ظلها على حجب نور الشمس عنه، فرآها أيضا جميلة وقامتها فارعة، شبهها بالشمس لحسنها وقوامها الممشوق. فلفظة الشمس هنا في الصدر البيت الأول، هنا أتت هذه اللفظة بمعناها الحقيقي، أي الشمس كما هي. أما اللفظة الثانية، شمس أحب إلي من نفسي، هنا هذه اللفظة أتت بتعبير مجازي في العجز في الشطر الثاني، تدل يعني من ناحية التشبيه هذه الفتاة بالشمس. إذن هناك نرى أن علاقة مشابهة بين اللفظة في الصدر واللفظة في العجز. أما بالنسبة إلى اللفظة الثانية التي هي تضللني، هنا حجبت أو منعت المعنى الحقيقي للفظة شمس في العجز. ليش؟ لأن الشمس الحقيقية لا تضلل، فأكدت المعنى الجديد الذي أتى في هذا الوصف. هنا
نصل إلى وظيفة التعبير المجازي. يعني ما هي وظيفته؟ هنا الشاعر في هذا البيت أبدأ إعجابه، يعني المشاعر والأحاسيس التي كان يشعر بها من ناحية الإعجاب وكانت تتكور وتختلج في صدره تجاه هذه الفتاة، فهذه المشاعر المؤججة فعلت فعل الثورة في داخله، فأثارت خياله، مخيلته، وبالتالي أيضا بهذا التعبير حركت مشاعر القارئ أو السامع، فيجد نفسه مهيئا ليتصور هذا الجمال الذي يتحدث عنه الشاعر. إذن هنا انطلاقا مما تقدم وكما ذكرت في المحاضرة السابقة، يمكننا أن نعرف الاستعارة بأنها تعبير يكتسب، تعبير مجازي طبعا يكتسب أو يكسب اللفظ المستعار معنى جديدا يختلف عن المعنى الأساسي أو الحقيقي له. لماذا؟ لوجود علاقة بين المستعار منه والمستعار له، وهي المشابهة. ولكن هناك شرط أساسي تفرضه الاستعارة، يجب أن من شروطها أو شرطها الأساسي أن نحذف أحد الطرفين، يعني إما المستعار له أو المستعار منه، يعني يجب أن يكون أحد طرفيها محذوفا. فإذا باختصار هي تشبيه حذف أحد طرفيه. أركان الاستعارة، نصل إلى أركان الاستعارة. لها أركان، وهذه الأركان عددها 4، هي المستعار منه والمستعار له واللفظ المستعار والجامع أو القرينة، يعني في القرينة. مثلا كنت قد أعطيت مثلا، لا داعي لأن أعيده. إذن نستطيع أن نحدد أركان الاستعارة مثلا في المثال الذي ذكرته عن بيت الشعر. إذا أردنا أن نحدد في هذا البيت المستعار له، من هو في بيت الشعر؟ تذكرون؟ من هو المستعار له؟ نعم يا سارة. دكتور ممكن تعيد؟ نعم. أعد لكم البيت. Yes. قامت تظللني من الشمس، شمس أحب إلي من نفسي. طيب هنا من المستعار له؟ حبيبة الشاعر. حبيبة الشاعر أي الفتاة الجميلة. طيب ومن وأين الركن، ركن المستعار منه؟ من أين استعرنا؟ من الشمس. من الشمس طبعا يا مريم، أحسن. طيب ما هو اللفظ الذي استعرناه؟ اللفظ المستعار ما هو؟ كمان الشمس، هو وصفه بالشمس. يعني أخذ من، أحسنت. اللفظ نور تبعه والظل. نعم. بنفس الوقت. نعم. أجل أحسنت يا مريم. طيب ما هو الجامع المشترك هنا بين
الفتاة والشمس، الجمال، الإشراق، وجهها منير جميلة، الإشراق. طيب، بأي، ما هي القرينة التي وصلنا إليها مثلا؟ لأن القرينة هنا تضللني. طيب، هذه بالنسبة إلى أركان الاستعارة. أما إذا أردنا أن نصنف الاستعارة، هناك تصنيفات متعددة. منها ما هو مذكورا في الكلام، ومنها ما يكون محذوفا. يعني ممكن ترتبط، تكون فات حسية أو ذهنية لبعض تصنيفات للاستعارة. هناك استعارة تدعى تصريحية، تصريحية أي أنها ما قد صرح به أو فيه بلفظ المستعار منه أو المشبه به. يعني راح الصوت عندي كان يدعك بشيء طالب. ما الذي حصل؟ لا، رجع، انقطع قليلا ثم عاد. هل صوتي ما يزال مسموعا؟ الصوت واضح؟ نعم واضح. اي، عم بيخف النت عندي، ما بعرف اذا المشكله من عندي او من عند البعض منكم. انا عم بسمع الصوت طبيعي. جيد جيد. أراد الجولة، فماذا قال له في إحدى قصائده؟ قال يا شدماني وبدره، لماذا؟ لأن شام وبدر هما المستعار منه، وهما مذكوران في الكلام، بمعنى أن المتنبي استعار الشمس والبدر ليصف سيف الدولة. استعارة هنا تسمى تصريحية لأنها مذكورة أو المستعار منه، يعني مذكور في الكلام، هذا يدعى استعارة تصريحية. هناك نوع آخر يدعى أو تدعى الاستعارة المكنية. المكنية أي كنه الشيء، أي داخل الشيء، أي رمز الشيء، قناع الشيء، يعني كأنه يستعمل قناعا فيها. يكون المستعار منه ليس مصرحا وواضحا، يكون محذوفا أو مكنيا. ولكن كيف نستدل ونصل إليه؟ بشيء من علاماته أو لوازمه يرمز إليه. مثلا إذا قلنا استيقظ الصبح أو نام المساء، بكلمة بالمثل استيقظ الصبح أو تنفس الصبح مثلا، المستعار له الصبح هنا مذكور، المستعار له. طيب، هل المستعار منه مذكور في الكلام أم أن هناك
علامة من علاماته أو رمز من أو لازمة من لوازمه تدل عليه؟ كلمة الاستيقاظ دلت على الإنسان. نعم، هل الإنسان مذكور؟ كلا محذوف. هل ذكر الإنسان؟ كلا. بس فعل استيقظ دل عليه أنها مستعارة منه، ولكن هو الإنسان. في علامة من علاماته أو من لوازمه، هذه تدعى استعارة مكنية، استعارة تجسيمية، يعني المستعار له بيكون فيها ذهنيا، أما المستعار منه بيكون حس. إذا قلت تحرك الليل، هنا جسمنا الليل، شو اسمها الاستعارة؟ تجسيمية، من جسم، تجسيمية، جسمها. إذن هنا عندما نقول ليل أو هنا جعلنا من الليل جسما، لأننا أعطيناه صفة الحركة. هل واضح ما أقوله؟ المستعار دكتور له. دكتور بس لو سمحت فيك تعيد تعريفها للاستعارة التجسيمية. يعني التجسيمية هي أن نستعير أو يكون فيها المستعار له مسألة ذهنية، ذهنيا يعني بيكتشفوا المطلق. أما المستعار منه بيكون نوع من الإحساس، حسي. إذا قلت مثلا سار الليل أو تحرك الليل أو مشى، هنا الليل ماذا فعلنا به؟ حولناه إلى جسم، إلى كائن متحرك. كيف طيب ما كمان استيقظ الصبح فيها نعتبرها هيك؟ تنفس الصبح مثلا، استيقظ الصبح، مش اتحرك. هون مكنية، بنسميها مكنية، هون مش تجسيمية. التجسيمية هي أن تحولي الجامد إلى متحرك، أو الشيء إلى متحرك. علينا أن نفرق بين التجسيم والمكني. المكني هو إلنا ما نرمز إليه بشيء من لوازمه، يعني ما جعلناه جسما أو كائنا أو متحركا، ولكن هيك يعني من ناحية مكنية استعملنا هذا التعبير. بينما عندما تتجسم أو تتشخص الأشياء تسمى استعارة تجسيمية، عندما نجسمها. واضح؟ لأنه عطينا صفة الحركة، صفة التحرك للإنسان، للشيء، للجماد. طيب هلأ هون نسأل إنه لماذا نستعمل هذه الأنواع من الاستعارة، ولماذا نستعير مثلا؟ هنا لها قيمة الاستعارة، ليست عبثية، لأن إذا تأملناها من ناحية أدبية بلاغية أو فنية، نقول بأن لها القدرة على أن يميز أو يختار الإنسان أو الشاعر أو الكاتب أو المستعير أن يلتقط بدقة وجوه الشبه بين الأشياء.
وهذه تحتاج إلى براعة وقدرة فائقة تبين مهارته وقدرته الأدبية والفنية. يعني يوهم القارئ أو السامع وكأن المستعار له مثل المستعار منه عندما يضع هيك أشياء مشتركة بينهما، كما حصل مع الفتاة والشمس كما بيّن الشاعر. طيب، هذا من ناحية فنية قيمته. أما من الناحية المعنوية هنا تبرز قيمة كبرى أيضا، إنها تضيف إلى المعنى الوضوح في الدلالة على الأشياء، وأيضا من الناحية المعنوية أنها تبعث وتثير في القارئ أو السامع إيحاءات خيالية تترك أثرا عميقا فيه. إذن قيمة الاستعارة فنية ومعنوية. هنا بالنسبة إلى الصور البيانية، نكون قد تحدثنا عن التشبيه والاستعارة. هناك صورة أيضا من الصور البيانية تدعى الكناية، يعني الكناية هي مثل أنك تقول قولا تدل على غيره، مثلا الدلالة على غيره، مثلا عم حاكيك يا محمد لا تفهم يا حسن مثلا، كناية. هلا بعلم البيان هذا من حيث اللغة، بينما بعلم البيان الكناية هي تعبير مجازي، يكون هذا التعبير ذو وجهين أو معنيين. المعنى الأول يكون ظاهرا وقريب ويفهم، وهو الغير مقصود والغير مطلوب. أما الثاني، المعنى الثاني، فيكون ضمني عميق بعيد، وهذا التعبير هو المقصود. أعطيكم المثل، مثلاً تتأمل الأشجار وهي تخلع أثوابها المذهب. طيب هون هي تعبير مجاز، كناية عن شو؟ يعني شو قصده هون؟ فصل الخليل عم يحكي فصل الخليل بالأثواب، هاي عن شو؟ أوراقها. أيوة، الأشجار بفصل الخليل كيف تبدو بالأصفر؟ هذه الأوراق تبدأ بالتساقط في فصل الأثواب المذهبة هي كناية. عن الأوراق التي تسقط في فصل الخريف والتي تكون ملونة بلون الذهب. طيب، لها معنى ظاهر ومعنى مضمون. المعنى الظاهر ممكن يكون مش شرط ضروري بالكناية، يعني لحتى نوصل نورد المعنى. ممكن أحيانا، وغير ممكن في أحيان أخرى، ولكن
علينا أن نؤكد بأن المعنى الظاهر يعني المعنى الحقيقي هو الغير مقصود في الكلام بكل أنواع الكنايات. يعني نصل إلى أن المعنى الظاهر ليس مطلوب وشرطا ضروريا لوجوده، ولكن ما هو الشرط والمطلوب؟ أن يكون المعنى المضمر البعيد هو المقصود في الكناية، هو له معنى واحد. طيب هلا في بعض الكنايات ممكن انه نذكر فيها المعنى الظاهر، مثلا الجاحظ شو بيقول؟ نؤوم الضحى كثير الرماد طويل اليد. هون عم يدعي الجاحظ، عم يدعي دعاء. في كنايات يجوز فيها إرادة المعنى الأصلي، مثل عندما يقول الخجل الأحمر حبوب الياقوت بنت الدهر. الخجل الأحمر حبوب الياقوت، هنا في نوع من العلاقة بين الخجل وحبوب الياقوت الحمراء. أما من ناحية القيمة للكناية، لها غرض مهم وأساسي، تلام إلى المعنى المقصود. ممكن يطفون ويلحقون الحكام كانوا يستعملوا الرموز يعني الكناية، يحكوا بلسان آخر، مثلا كانوا على لسان الحيوانات يحكوا، يسموا الحيوانات إنهم عم تحكوا، عم يحكوا هيك، كانوا يخافوا من الحكام. الكناية أهم أنها لكم بيت الشاعر للنابغة الدبياني. هذا الشاعر الكبير النابغة كان مشهور لدى العرب، وسمي بالنابغة لأنه نظم الشعر وهو في سن 9 من العمر. يقول رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب. هون رقاق النعال قصده انه الأحذية اللي لابسينها هي خفيفة ورشيقة. عم يوصف هون أو عم ينسب لقبيلة بني غسان أو الغساسنة الحياة الرفاهية اللي كانوا عايشينها، لحتى كانوا مهمين بعين الزمان في ذلك الوقت. هلأ اليوم مثلاً انتباه القارئ أو السامع وإعجابه بهذا القول بيثير في أكثر من أي وقت مضى الاهتمام. لا، لأنه المستوى الاجتماعي اللي كان يمارسه الغساسنة في عصر البدوي كان في فرق كبير بين الحياة الرفاهية اللي عايشينها وبين حياة آخرين الكتار من الشعب اللي هن كانوا فقراء. هلأ المقصود هون
لما بيقول هيك عم يوصفهم هيك للجساسنة، عم يبين حياتهم، حياة الرفاهية والغنى اللي كانوا عايشينها مقابل حياة الفقر لدى الآخرين. طيب مثلا الفرزدق، هالشاعر المشهور كمان، لما قاله لهشام بن عبد الملك عن زين العابدين، لما قال انه ما بيعرفوا هشام بن عبد الملك، مع انه زين العابدين كان مشهور في ذلك الوقت في ذلك الزمان، شو قال الفرزدق في بيت من الشعر؟ قال له: وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من انكرت والعجم. يعني انت عم تقول بهالسؤال هذا من هو ها اللي بحزت له الناس وفتحت له الطريق وعظمته وقدسته، عم تقول انك ما بتعرفه يا هشام بن عبد الملك. انت حتى لو قلت من هو هذا، هذا ما راح ياثر عليه، لانه كل الناس بتعرف من هو. بتعرف مين انكرت انت؟ هون الفرزدق عم يتوجه له مباشرة لهشام بن عبد الملك، إنه تجاهله ما بينقص من قيمة وقدرة هذا الإنسان المشهور بين العجم وبين العرب. الآن هذا في هذا التعبير كناية عن إنه معرفة هشام لزين العابدين لا قيمة لها، وبالتالي عم يقول له انت كمان ما إلك قيمة يا هشام بن عبد الملك، حتى لو كنت خليفة وكنت مشهور. هون في نوع من التعريض بنسميه الضمني. ليه قال له هيك؟ ليه قال له انه انت ما إلك قيمة؟ ما قال له مباشرة هيك، ولكن لما قال له: وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هون في تعبير كناية عن انه انت ما فيني اقول لك انه انت اللي مش مشهور وانت اللي مش معروف. خوف، هون في خوف. وبالرغم من ذلك بعد ما قال هذه القصيدة فرزدق امر هشام بن عبد الملك بانه ينحبس ويحبسوه. طيب هذا من حيث التعبير الكناية. إلى هنا نكون قد أنهينا المطلوب في بعض الصور البيانية والتعبير المجازي. أما في القسم الثاني من محاضرتنا سيكون حول المجرورات، هذا من النصوص المطلوبة. على كل يعني إن شاء الله خلال الأسبوع بكون الكتاب المقرر جاهز بمكتبة النبيل، يعني إن شاء الله المحاضرة السابقة من هلأ للمحاضرة القصدي اللاحقة الجاية بكون اللي بده الكتاب بكون موجود بمكتبة النبيل، لأنه وعدني قبل الاثنين المقبل يكون جاهز الكتاب للطلاب. على كل حال بس يصير جاهز قبل الاثنين أو الثلاثاء القادم راح أنا أبلغكم. طيب المجرورات، هناك ما هو مجرور عادة كما تعلمون بالحرف، وهناك ما هو مجرور بالإضافة. الاسم عادة يجر بما ينوب، الاسم يجر بحالتين: الحرف الجر بحرف الجر والجر بالإضافة. طيب بحرف الجر، الاسم أو ما ينوب عنه إذا سبقه كما تعلمون أحد حروف الجر يعني مثل الباء يجر الاسم، تجر الاسم. مثلا عندما أقول ذهبت بمحمد، هون الباء تسمى باء التعدية، يعني تعدت فعل الذهاب إلى زيد وهو وزيد، لها معنى آخر يسمى معنى الإلصاق. طبعا هودي مش مطلوبين، يعني تعطوني بكرة أنا بالمحاضرة الجاية رأعطيكم النص
شبيه بالنصوص اللي بتجي بالامتحان. وراح اعطيكم علي اسئله بعد عم يطلع الصوت. الو يا دكتور واضح الصوت. طيب اذا راح اعطيكم نص هيك نحله سوا بالمحاضره القادمه، يعني مثل نشاط نعمله. النص راح يكون عليه كم سؤال شبيهين بالاسئله اللي بتجيكم بالامتحان اخر الفصل. راح نحل مع بعضنا ونناقشها مع بعضنا. اذا قلنا يجر الاسم او ما ينوب عنه بماذا؟ باحد الحروف الجار اللي هي مثل الباء. الباء لها عده معاني. قلنا في باء التعديه مثل ذهبت بمحمد طلبيه، وفي احسنتي بمعنى باء السببيه. سببيه يعني السبب او العله او التعليل. في الالصاق كمان باء الالصاق، مثلا اخذ بكتفه او بيده او براسه. وفي البدلية استعانة، مثلا أو مثل بالله. وممكن أن يكون باء ظرفية، مثلا أقام بصيد مثلا، أو أقام ببيروت ظرفية. طيب في حلام له معاني متعددة، مثلا لام التعليل، مثلا أكرمتك بفضلك. أكرمه لأنه، أو أثناء الاستحقاق نقول الحمد لك أو الشكر لك، يعني استحق الشكر. أو الاستغاثة، مثلا يا للشجعان الضعفاء، يعني أين الشجعان ينصرون الضعفاء؟ يعني متعجب مندهش أنت. في حرف من مثلا، هذا الحرف أحد حروف الجر له عدة معاني، مثلا له معنى الابتداء. ابتداء مثلا قطعت الشارع من أوله إلى آخره. ابتداء من أوله إلى آخره. أو التبعيض له معنى التبعيض. أكلت من طعامكم، يعني مش كل طعامكم، البعض من طعامكم. أو من لها السببية، من السببية أو التعليل. جمدت أطرافه من البرد مثلا. أو بيان الجنس نحو مثل إيش؟ جنس الشيء. هذا خاتم من ذهب. في عنا حرف إلى كمان له عدة معاني متعددة. معنى المصاحبة مثلا، ارتحت إليك. أو تجي لها معنى عند. أنت مثلا، أنت أحسن إلي من آخر، يعني أنت عندي مفضل وأحسن من الآخر. وعندنا حروف كثيرة مثل الأحرف الجر المعروفة، وكل واحدة لها معاني. طبعا ما راح فينا هون كله نذكرون لأنه بيأكل وقت كتير، وراح تلاقون مفصلين على كل حال في الكتاب. أنا لهون بكون أنهيت محاضرتي. بتمنى إذا حدا عنده أي سؤال يتفضل يسأل. ومثل ما قلت لكم بالثلاثاء القادم راح يكون عندنا نشاط
محاضرة راح تكون مقسومة لاسمين، نشاط شيء نص ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة نشتغلوا سوا، ومحاضرة صغيرة بالإضافة لإله. وإذا لم يكن هناك من أي سؤال أولا الله يعافيكم، وأتمنى لكم دكتور بس لو سمحت فيك تقبلنا على التيمز؟ إيه يلا هلا بس اطلع بعد مش بعد مش قابلكم على التيم. أنا أكون أنا بعد كل ما عم لاقي عم بقبلون. يلا هلا الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أفضل وأحسن، ونشوفكم بسعادة وظروف أفضل إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. أنا راح أبعد دقيقتين ثلاثة، إذا جد أي سؤال أنا راح أكون على السماء.